واخيرا وصلت تويوتا كوريلا بموديل 2022 بمحرك 4 اسطوانات. نتكلم عن امكانيات المحرك 4 اسطوانات دفع امامي 2000 سي سي او 2.0 لتر، الاحصنه فيها 168 حصان والعزم 200 نيوتن، مرتبط بناقل حركه سي في تي 10 سرعات وهميه. طبعا سعه خزان الوقود 50 لتر، وكل لتر بنزين كم يمشينا؟ 19.8 كيلو. التقييم ممتاز، بلاس بنزين 91. بالنسبة لمواصفاتها الخارجية، إضاءات LED نهارية في الواجهة الأمامية، أما بالنسبة للعالة والواطف كلها LED مع كشاف ضباب. الشبكة الأمامي جاي باللون الأسود الداكن، بالإضافة لخط من الكروم على الشبكة الأمامي. حساسات أمامية، الجنب جاي باللون الفضي واللون الأسود. طبعا مقاس الجنب 17 إنش على 225 على 45. المرايات مدمجة بالأبواب، فيها خاصية الدخول الذكي أو المتعارف عليه بالبصمة وفتحة بالسقف، جناح خلفي وحساسات خلفية وكاميرا خلفية متصلة بشاشة أمامية. بالنسبة لإضاءاتها الخلفية برضو LED وحساسات خلفية. مقابض داخلية كروم، مراتب مخمل بدون فيها تكاية بالوسط، فيها حاملات أكواب، فتحات تكييف بالخلف، وهذه التكاية. طبعا الأرضية باللون الأسود أكيد. بالنسبة للنوافذ فكلها كهربائية، مراتب مخمل تحت كومبي يدوي بالنسبة للسائق والراكب. تحكم بالدركسون طبعا في مثبت سرعة، وتحكم بشاشة أو عدد الرحلات، وأوامر صوتية والرد على المكالمات، يعني فيها خاصية البلوتوث. هذا الجير بالإضافة لشاحن لاسلكي، وكان في جهاز يدعم شاحن لاسلكي كنا وريناكم إياه، السبورت والتراكشن. هذا الجير، حملات أكواب 2، بريك يدوي. هذه الشاشة تدعم نظام الأبل كار والأندرويد أوتو أكيد فيها، وهذه مواصفاتها بشكل كامل. بالنسبة لسعرها، طبعا هذه الفئة سعرها ب100,000 ريال، فئة الفل كامل. طبعا الكروم منتشر فيها بشكل جميل. بالنسبة للتكييف، المناخ غير منفصل ما بين السائق والراكب، المناخ واحد في السيارة. هذا التكييف، التحكم فيه يدوي، تشغيلها بصمة.